اليوم بمناسبة ذكرى 43 مدينة الدار، عندنا انطلاقة مركز تسمية الكلاب بمدينة الدار البيضاء بحضور السيد ولي الجهة وسيد عمدة المدينة. هذا المركز جاء بمشاركة من فونداسيون أمان وتملكة القطاع وكذلك الـ NDH ومجلس المدينة وطبعا بمشاركة وزارة الصحة والتقية والحماية الاجتماعية. هذا المشروع، هذا المركز يستخدم الخدمات ديالو أكثر من 300 مريضة ومريض اللي عندهم انسوفيسونس رينال، ويمكننا أننا نحتفظ بمبدأ زيرو ليست داتون، يعني مريضة ولا مريض ما خصهمش يتسناو باش يمشيو يديروا الهيموديزيز ديالهم. هذا المشروع جاء لتفعيل تطبيقا لتشتت السماوية صاحب جبل محمد صلى الله لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية. في الذكرى 49 لذكرى المسيرة الخضراء، وهو يوم مميز عند المغاربة بعد التحاق المناطق المحررة من الصحراء المغربية وهي عزيزة على سيدنا وعلى الشعب المغربي. دشن تم تدشين بالصدفة الحمد لله هذا المركز المميز، واللي غيكون مركز مميز من ضمن 30 مركز اللي تتوفر عليها مؤسسة أمل والمراكز اللي تتوفر على مستوى إفريقيا. فهذا المركز غادي يكون يحتوي على قاعتين لتصفية الدم، ومركز هو الأهم، هو مركز تكوين البحث في الصحة والتشجيع زراعة الأعضاء والكلي بمعية أساتذة كبار الحمد لله في اختصاصيين في أمراض الكلي وحتى في زراعة الأعضاء. فالحمد لله هذا اليوم كان مميز بحضور كل من الشخصيات المهمة في الدار البيضاء، جهة الدار البيضاء مع السيد وزير الصحة. فهذا اعتراف ضمني بأن مؤسسات أمل غدا في الطريق صحيح طيلة هذه التجربة اللي جمعتها هذه طيلة 15 سنة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإفريقي. فالحمد لله هذا شرف لنا أن هذه الشخصيات المهمة كلها جات وعطتنا تشجيع. فالحمد لله احنا غاديين على الطريق اللي رسموا لنا سيدنا الله ينصره، وان شاء الله غيكون غير خير. مازال مراكز اخرى ان شاء الله في المناطق الجنوبيه العزيزه على البلاد، اخر وغيكون في السماره قريبا جدا طاقه استيعاب 20 آلة ان شاء الله تعالى.